قائد منتخب كوت ديفوار يحتفل بعلم المغرب بعد التتويج بأمم أفريقيا، والدوري السعودي يهنئ لاعبيه المتوجين. أسود تزين كرة نهائي دوري أبطال أوروبا. وحادث سير يقتل حامل الرقم القياسي في الماراثون. هذه الأخبار نقدمها لكم من العربية رياضة. أهلا بكم. احتفل قائد منتخب كوت ديفوار ماكس ألان بعلم المغرب بعد التتويج ببطولة أمم أفريقيا، ويعود السبب لفوز أسود الأطلس على زامبيا بدور المجموعات، مما أهل كوت ديفوار إلى الدور الثاني. وهنأ الحساب الرسمي للدوري السعودي الثلاثي الذي ينشط في المسابقة فرانكي سي وسيكو فوفانا وجيسلان كونان على تحقيق اللقب. كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن الكرة التي ستلعب بها الأدوار المقبلة من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، ويعود التصميم الخاص بالكرة إلى المدينة المستضيفة لنهائي لندن، ويتضمن رسومات تضم أسدين يتقاتلان. ويتميز تصميم الكرة بمجموعة من التقنيات عالية الدقة، بالإضافة إلى نسيج مبتكر على السطح يمنح اللاعبين المزيد من السيطرة على الكرة. وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي الشهير. فتح خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأرجنتيني المتأهل إلى أولمبياد باريس 2024 الباب أمام النجم ليونيل ميسي في حال رغب الأخير في الانضمام إلى صفوفه كأحد ثلاثة لاعبين فوق سن 23 عاماً. وكانت الأرجنتين حجزت إحدى تذكرتي قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لأولمبياد باريس المقررة الصيف المقبل. في حادث سير بكينيا توفي اليوم حامل الرقم القياسي العالمي في سباق الماراثون العدائي الكيني كيلفن كيبتوم ومدربه هاكيزا ليمانا، فيما نقلت امرأة كانت تستقل السيارة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. وسجل كيبتوم البالغ من العمر 24 عاماً رقمه القياسي في محاولته الثالثة فقط في ماراثون شيكاغو أكتوبر الماضي بفارق 34 ثانية عن أقرب ملاحق. في مباراة حضرها أكثر من 60,000 متفرج من بينهم حشد من المشاهير في لاس فيغاس من بينهم أيقونة الغناء تايلور سويفت، قاد باتريك ماهومز كانساس سيتي للفوز على سان فرانسيسكو في نهائي السوبر بول، محرزا بطولة دوري كرة القدم الأمريكية للمرة الثالثة في خمسة